السلام عليكم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض القراقيش السادة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وحاجة كده جميلة قوي للفطار او للعشاء مع كوباية شاي، طعمها حلوة قوي. وهنعملها بالشمر واليانسون، وبصوا يعني ان شاء الله تعجبكم قوي، خفيفة جدا وشكلها من جوه اهو، بصوا حلوة قوي قوي، ان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نروح نشوف الطريقة، لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنزله. يلا نروح نشوف الطريقة. معايا دي هحط عليه معلقة من السمسم ومعلقة من الشمر واليانسون، ومشوحاهم كده خفيف جدا على الطاسة على نار متوسطة 3-4 دقايق كده بس، يخرجوا الرطوبة اللي بتبقى فيها. تمام. وهحط رشة ملح، بسم الله، رشة ملح صغيرة كده. وهحط معلقة كبيرة من الخميرة، هسيب لكم المقادير على الشاشة عشان لو حابين تاخدوها سكرين وتحتفظوا بيها. معلقة كبيرة من الخميرة، ومادام حطينا خميرة يبقى نحط معلقة كبيرة مليانة، معلقتين قصدي، من السكر. يبقى معلقة خميرة، معلقتين سكر، هحط معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. تمام. هقلب كده المكونات دي كده، الجافة دي كده مع بعض. لو حابين تطحنوا الشمر واليانسون في المطحنة بتاعة الخلاط اطحنوا، بس انا بحبه كده، مش بحب اطحنه. بعد ما اتأكدت ان كله اتقلب مع بعضه، هجيب بقى ربع كيلو سمنة على زيت او زبدة على زيت او زيت، بس اللي يريحكم. وهبتدي انزل بيهم كده على الدقيق مرة واحدة، وهبتدي بقى اقلب كده واخلي كل كمية الدقيق تتشرب كويس جدا من السمنة اللي احنا حطيناها دي. اهو لازم اقلب كويس واخلي كل الدقيق يتشرب كويس، والسمنة بدرجة حرارة المطبخ. اهي كده اتقلبت. تمام. معايا بقى دلوقتي يا اما نص، يعني من نص كوبايه لكوبايه الا ربع لبن او ميه، او لبن على ميه. انا هنا حاطه نص كوبايه لبن وربع كوبايه ميه، بس طبعا تكون دافيه علشان الخميره. هبتدي كده انزل الاول بنص كوبايه، وهشوف هحتاج الربع الباقي ولا مش هحتاجه، على حسب ما العجينه تلم معايا. وهبتدي كده بسم الله. بصوا حبايبي، لازم اعمل كده، مش عايزه اعجن قوي، انا عايزه الم وفي نفس الوقت اخلي العجينه تبقى ناعمه ومتجانسه معايا. بصوا لازم الم كده عشان اتاكد ان الطبق يكون نضف كويس جدا ومفهوش دقيق خالص. بس انا كده هحتاج الربع كوباية الباقيين، يبقى هو كده النص كيلو خد معايا بالظبط كوباية الا ربع. هقلب كويس جدا وعجنها كويس قوي وارجع لكم. بصوا ما شاء الله العجينه اهي اتعجنت وبقت زي الفل. بصوا الطبق معايا نضف ازاي، والعجينه طريه جدا. اعرف ازاي ان هي بقت كده تمام ومناسبه؟ هاخد قطعه كده واكورها في ايدي بالشكل ده، وهبتدي ابططها كده. لو ما شققتش يبقى هي كده تمام ومظبوطه 100%. طيب لو ناشفه مني بزياده وشققت، ممكن ازودها، يا اما معلقه سمنه يا اما شويه ميه او شويه لبن يكونوا دافيين. طيب لو العجينه سايله قوي معايا هزودها شويه دقيق، يعني انا اللي متحكمه فيها، وان شاء الله هتنجح معاكم من اول مره. دلوقتي بقى هغطيها وهسيبها ترتاح نص ساعه، ونرجع نشكلها مع بعض ونشوف هنكمل بقيه الخطوات ازاي.
بعد بقى ما ارتاحت نص ساعه هاخد قطعه كده من العجينه، يعني المقاس ده ماشي، وهبتدي اعملها زي رول كده. وابتدي ابططها بايدي. العجينه ما شاء الله تحفه وطريه جدا عشان مخدومه صح. وانا ببطط اخد بالي ما اخليش العجينه تكون تخينه قوي، لان هنسيبها تخمر تاني فنرفعها شويه. كده تمام. هجيب بقى السكينة وهبتدي اسوي المستطيل ده اهو كده، وطبعا الزيادة دي انا هلمها وهرجع افردها تاني اهو. برضو من هنا، واسوي بايدي بقى اي حاجة الاقيها مش متساوية اسويها. والمقاس بقى زي ما انتوا عايزين، طويلة قصيرة براحتكم خالص. خلاص اهي، وبالسكينة بقى وهبتدي ان انا اقطع ومعايا الصينية اللي هدخلها الفرن دهناها دهنة بسيطة بالزيت. انا هرصها بقى في الصينية. بسم الله. بعد خلاص حبايبي مخلصت كل الكمية ما شاء الله، النص كيلو دي عمل لي الصاج الكبير ده وعمل لي كمان الصينية دي. هغطيهم بقى واسيبهم يخمروا تاني، والجو ساقع قوي فهسيبهم تقريبا كده ساعتين في جو يكون دافي، وبعدين هدخلهم فرن يكون سخن جدا على درجة حرارة 200 او فوق المتوسط بحاجة بسيطة لمدة نص ساعة. بتاخد في الفرن نص ساعة، لما الاقيها من تحت اخدت اللون الذهبي على خفيف كده يبقى هي كده تمام استوت. تطلعيها وتسيبيها تهدى، ما تشليهاش من الصينية وهي سخنة. هدخلها هسيبها بقى تخمر وبعدين ادخلها، واما تطلع ان شاء الله نشوفها مع بعض. وادي القراقيش بعد ما طلعت من الفرن، حلوة جدا. بصوا عاملة ازاي، هوريها لكم برضو من جوه. بصوا ده سواها، وبصوا بقى يعني خفيفة جدا جدا، مش تقيلة ومش مكتومة خالص. بصوا مفرغة من جوه، بصوا عاملة ازاي، مفرغة من جوه وحلوة قوي بجد. جربوها على طريقتي ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.